بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. أنا الرائد أحمد بحبوح من مدينة الرسل من مرتبات الفرقة 14 2036 وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن الجيش الأسد الغاشم مع مجموعة من العناصر الشرفاء. أنا الرقيب الصباح سليم بطر من مدينة الرسل من مرتبات الرحلة 325. أنا المجند عبد الكافي النقيب من مدينة الرسل من مرتبات قوات حرس الحدود. أنا رغيف المجند جهاد حمدان من مرتبات الفرقة 14 قوات خاصة بوش 554. أنا المساعد المجند مجاهد أحمد بوزان محافظة حمص مدينة القصير. أنا لطيف المجند عمر محمد أمين شاكوش من محافظة دار عملية جياسر من مرتبات الفرقة 14 بوش 54. أنا المجند مصطفى سلام من مدينة الرستان من مرتبات الفرقة 4 بوش 35 نزال جوي. وذلك للأسباب الآتي: واحد، تحول الجيش من الدفاع عن الوطن إلى تدميره ومن حماية المدنيين إلى قتلهم وتعذيبهم واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم وسرقتهم واغتصاب نسائهم وقتل أطفالهم. اثنين، القتل الممنهج من قبل الأمن والشبيحة والجيش الأسد الغاشم. ثلاثة، الحالة المزرية التي وصل إليها الشعب السوري من ظلم هذه العصابة المستبدة. كما أعلن انضمامي إلى الجيش السوري الحر الذي يملك شرعية الدفاع عن المدنيين وحمايتهم من الأمن والشبيحة والجيش الأسد الغاشم. وأدعو زملائي الضباط وصف الضباط والأفراد إلى الانشقاق عن الجيش الأسدي والانضمام إلى الجيش السوري الحر قبل فوات الأوان. النصر لنا بإذن الله. عاشت سوريا حرة أبية.